ما الاندفاع فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى الخيل المبتدي عمر السنتين على مسافة الميل مسافة 1600 متر هنا في التقدم رقم 5 على ما يبدو الصيديانة في المرتبة الأولى. المطاردة تأتي لرقم 21 كوركرت أندرايث في محاولة التقدم. الاسم الذي دخل من القائمة الاحتياطية في هذا الشوط والمركز الأول في هذه اللحظات في المرتبة الثانية والتراجع لصيديانة في هذه اللحظات. المطاردة تأتي لـ8 هنك بابا وكذلك المحاولات تأتي من الخلف الآن لرقم 19 ولد ألويز في محاولة التقدم في هذه اللحظات أيضا للملهم رقم 3 وكذلك 14 في هذه اللحظة أول إن محاولات التقدم في هذه اللحظات وكذلك المحاولات التي تأتي في هذه اللحظة للحفاظ على الصدارة لرقم 21 كوركرت أند رايث في المرتبة الأولى مع إيدي كاسرو. محاولات المطاردة تأتي الآن لـ8 هنك بابا وكذلك لرقم 14 هنا أول إن ومحاولات التقدم من الخارج لا نشاهدها لـ14 أول إن للتقدم في هذا الشوط والمحاولة تأتي لرقم 3 الملهم الذي يحاول أيضا في هذه اللحظات الملهم مع لويس موراليس في المرتبة الثالثة ولازالت الصدارة لـ21 كوركرت أندرايث ومحاولات أيضا للملهم للتقدم في هذه اللحظات من الخارج الآن ومن الداخل محاولات تأتي لأول إن ومحاولات أيضا للخطف الصدارة لرقم 3 الملهم الذي يأتي هنا الملهم ما شاء الله تبارك الله لأحمد سعد الجبرين مع عبد الله الفراج مدربا لويس موراليس خيالا هناك تاكم أيضا يأتي في هذه اللحظات ولكن النهاية السعيدة للملهم مع لويس موراليس من المشاركة الثانية للملهم المشاركة الأولى في الحفل 60 المرتبة الثالثة اليوم المرتبة الأولى ما شاء الله تبارك الله في المشاركة والاختبار الثاني للملهم. إذن ألف ألف مبروك لأحمد سعد.